السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد تم من قناتي على اليوتيوب. تحياتي لكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناتي على اليوتيوب. بعد انقطاع لفترة طويلة تقريبا شهر ما حملنا وما قدمنا لكم شيء مفيد من الفيديوهات بخصوص الهجرة لأوروبا وطرق الهجرة وكيفية الهجرة. هذا الفيديو شباب، هذا الفيديو راح يكون من يعني من أهم الفيديوهات على القناة، لأنه طريق جديد، ثغرة جديدة للوصول إلى أوروبا، حديث الفترة الأخيرة بين اللاجئين والمهاجرين وصفحات التواصل الاجتماعي عن هاي الطريق. فقبل ما نبدأ الفيديو شباب، بدي منك تشترك في القناة، تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت بخصوص الموضوع ورأيك بالفيديو بالموضوع بشكل عام. اختصار شديد يا جماعة، موضوع اليوم عن الهجرة إلى أوروبا عن طريق بيلاروسيا، عن طريق ثغرة بيلاروسيا. خلونا نبدأ بالأول، ليش طلعت ثغرة بيلاروسيا؟ ليش ما كان في قبل شهر أنه كان في طريق من بيلاروسيا وهلأ حوالي أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين طلعت وانتشرت وصارت ترند تقريبا؟ يعني الرئيس البيلاروسي شباب كان له فيه معارضين، هذول المعارضين في عنا دولة على حدود بيلاروسيا مثل اليونان وتركيا، سوريا وتركيا، سوريا والأردن، في هناك جنب بيلاروسيا. انتبهوا شباب، في فرق بين روسيا وبيلاروسيا. بيلاروسيا من دول الاتحاد السوفيتي قديمة وانفكت، أما روسيا اللي هي مركز الاتحاد السوفيتي اللي ممتدة يعني تقريبا ربع مساحة العالم، تقريبا أكثر من ربع مساحة العالم هي تمتلكها روسيا. أما بيلاروسيا دولة صغيرة هاي لحالها. نحن عم نتكلم عن بيلاروسيا شباب. سبب ظهور ثغرة بيلاروسيا وطريق لاجئين لدخول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عن طريق بيلاروسيا، وصار حديث العالم وكل العالم عم تحكي وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخبارية، بس لحد الآن ما فهمنا 100% شو الموضوع. يعني أساس الموضوع أنه بيلاروسيا فتحت حدودها مع ليتوانيا. ليتوانيا بتعتبر جارة بيلاروسيا، فتحت حدودها بيلاروسيا مع ليتوانيا. طيب ليش فتحت الحدود؟ لأنه معارضين الرئيس البيلاروسي لجأوا لليتوانيا وليتوانيا قبلتهم وحمتهم من عقوبات بيلاروسيا، وصارت بعدها في خلافات. فالرئيس البيلاروسي شو سوى؟ قال بدي استخدم ورقة اللاجئين كضغط على ليتوانيا وعلى الاتحاد الأوروبي لينفذوا كل طلباتي. أنا شو بدي راح ينفذوا؟ بدي مصاري، بدي ترفعوا عني العقوبات. ففكر شو سوى؟ قال بدي استخدم اللاجئين والمهاجرين وبدي أفتح الحدود من عندي على ليتوانيا ومنها الاتحاد الأوروبي، إلا إذا نفذوا طلباتي راح سكر الحدود. شو فهمنا من هذا الحكي يا شباب؟ أنه طريق مؤقت، يعني هلأ إذا أجت رجعت العلاقات مثل ما كانت بين ليتوانيا وبيلاروسيا، الجيش البيلاروسي راح ينزل على الحدود ويسكر الحدود بشكل نهائي، ولا أي شخص يقدر يروح، يعني ولا نفس إنسان ولا نفس بني آدم إذا الجيش البيلاروسي سكر الحدود وقام بتشديد الحدود. لأنه الجيش البيلاروسي الدول اللي هنيك نعرف أنه تشديد وتشديد 200%، ما فيك تعبر أبدا أبدا، صعب جدا. طيب هلأ فهمنا أساس الموضوع، ليش بيلاروسيا فتحت الحدود مع الاتحاد الأوروبي عن طريق ليتوانيا. بالنقطة الثانية يا شباب، بدي أحكي بشكل مختصر شوي عن كيف بدك توصل لبيلاروسيا. هلا تمام فهمنا أنه الطريق مفتوح من بيلاروسيا على ليتوانيا، كيف بدنا نوصل على بيلاروسيا؟ فيك توصل عن طريق الجواز سفر، لجواز سفر دولتك، إذا أنت عراقي، سوري، أردني، فلسطيني، مصري، أو تأخذ فيزا من هنيك عن طريق المكاتب أو شركات الطيران وتوصل على بيلاروسيا. هلأ بدنا نحكي عن وضع اللاجئين في ليتوانيا، لأنه نحن عرفنا هلأ إذا وصلت على بيلاروسيا ما راح تضل ببيلاروسيا، لأنه وضع بيلاروسيا يعني صعب جدا من ناحية العيش بشكل عام، السكن والعمل وإلى آخره سيء. فأنت ما راح تضل ببيلاروسيا، راح تكمل فورا على ليتوانيا. ولنفرض أنك دخلت ليتوانيا، بعد ليتوانيا وين بدك تروح؟ في جنب ليتوانيا في دولة بولندا عاصمتها وورسو، كمان بولندا تابعة للاتحاد الأوروبي، راح تعبر لهنيك. طبعا إذا خلوك يعني الحدود بين
ليتوانيا وبولندا راح تكون مغلقة ومشدودة بشكل عام، وراح تكون صعبة كثير. بتاريخ اليوم في قوانين صدرت من وزارة الهجرة الليتوانية، من السلطات الليتوانية، بخصوص الأعداد الواصلة، لأنه في عنا تقريبا 1067 شخص وصلوا هذا الشهر على ليتوانيا من بيلاروسيا، و 1660 شخص وصلوا بخلال العام 2021 من بيلاروسيا إلى ليتوانيا، فأعداد كبيرة يعني. فليتوانيا قامت ببناء مراكز لإيواء اللاجئين. نحن شفنا صور للاجئين وفيديوهات للعبور من بيلاروسيا إلى ليتوانيا، فليتوانيا شافت أنه الأعداد كبيرة، مو 1 و2 و10 و20، فقامت ببناء مراكز استقبال اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا. وصدر قرار بالنسبة للقرار الجديد من السلطات الليتوانية، أنه يحق للسلطات الليتوانية أنه تحتجز كل مهاجر لمدة 6 أشهر، يعني هذا ضمن القانون. مثلا إذا رحت ومسكوك السلطات الليتوانية، الجيش الليتواني، الشرطة، هيك على الحدود داخل ليتوانيا، راح يحجزوك لمدة 6 أشهر، واحتمال كبير أنه إذا تقدم هنيك طلب لجوء يجيك رفض، لأنه ليتوانيا لها مشاكل مع ملف اللاجئين، يعني بشكل عام ما بتحب تكون في لاجئين على أراضيها. في دول ما لها مواقف معادية مع اللاجئين، مثل المجر، مثل الصرب، عفوا كرواتيا، يعني بتكون الحكومات تبع الدولة معادية، لها مواقف معادية مع اللاجئين، ما بتحب تكون في لاجئين على أراضيها. وليتوانيا دولة منهم، يعني أغلبية 95 إلى 96 من نواب البرلمان صوتوا بنعم على هذا القانون، واحتمال تترحل كمان. ما كان في تفاصيل دقيقة عن هذا الموضوع، بس احتجاز لمدة 6 أشهر هذا قانوني نسبة 100%، وبعدين تستأنف إذا جاك رفض. وبهاي المدة من خلال اليوم الأول لستة أشهر إذا بيرحلوك، مو غريبة يعني، ضمن القانون هذا راح يكون حسب القرارات الجديدة الطالعة من السلطات الليتوانية بخصوص التدفق الكبير اللي حصل هذا الشهر وبشكل عام ب 2021، اللي وصل لتقريبا 1700 مهاجر. وأغلبية المهاجرين على فكرة يا جماعة من الجنسية العراقية، لأخواننا العراقيين، تحية كبيرة لأخواننا العراقيين شباب من عندي، ورحمة لشهداء مستشفى الحسين على ما أعتقد، إن شاء الله الله يرحمهم، والشفاء للجرحى. قامت ليتوانيا بالفترة الأخيرة ببناء جدار فاصل طوله 500 كيلومتر شباب، مع وجود الأسلاك الشائكة على هذا الجدار. إذن ليتوانيا عم تتهم بيلاروسيا أنه عم تفتح الحدود بشكل غير قانوني. ما بعتقد أنه الموضوع رح يطول، رح يكون في تعويضات مالية أو شيء ما لبيلاروسيا مشان تسكر الحدود من عندها، ما يكون في عندها تسهيلات للاجئين والمهاجرين ليدخلوا ليتوانيا. للشباب الأشخاص اللي سألوا عن الموضوع، بعتقد حكينا بشكل واسع عن الموضوع، يعني الطريق بشكل عام راح يكون في صعوبات، طريق خطر، هو التهريب بشكل عام خطر يا شباب، التهريب حظ ونصيب وقسمة، وبشكل عام راح يكون في صعوبة يعني. ولحد الآن ليتوانيا ما سمحت للاجئين اللي على أراضيها بدخول أوروبا، بدخول، لأنه في بولندا على حدودها يعني الرحلة ما راح تكون سهلة أبدا. وشفنا طلع كم فيديو وصور وقنوات تلفزيونية راحت وسوت مقابلات وشافت المهاجرين هناك، في استقبال في مراكز لإيواء اللاجئين، لأنه الوضع بليتوانيا مو منيح، يعني مو هذيك الدولة اللي فيها رفاهية الغنية اللي فيها تستقبل اللاجئين وتعتني فيهم، وإذا بدهم اللاجئين يبقوا بليتوانيا أو بيروحوا على دولة تانية. تعتبر دولة صغيرة يعني، مو كبيرة يعني، تعدادها حوالي 2.8 مليون نسمة، يعني 2,800,000 نسمة يعني، فتعتبر دولة صغيرة، ووضعها الاقتصادي مو هذاك الوضع اللي تسمح للاجئين والمهاجرين أنه يبقوا فيها يعني. والأهم من هذا الشيء كله أنه السلطات، الحكومة اليونانية الليتوانية عفوا، ما يعني ما عندها نية لأنه اللاجئين تبقوا على أراضيها ويستقروا في البلاد. بهيك وصلنا لنهاية هذا الفيديو شباب. هذا الفيديو كان يعني ما حضرت له بشكل
منيح بشكل 100%، لأنه إجاني بلكي عشرات بلكي المئات من الرسائل على الانستغرام وعلى الفيسبوك عم يسألوني الشباب عن طريق بيلاروسيا وشو صار وكيف ممكن نوصل. بعتقد شرحنا بشكل واسع عن هذا الموضوع. إذا كان عندكم أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، أي شيء كان، اكتبوا لي في قسم التعليقات تحت الفيديو بقسم الكومنتات، أو راسلوني على صفحة القناة على الفيسبوك، وفيكم تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وكل روابط على التيك توك كمان الروابط راح تكون موجودة تحت. إذا عندك أي سؤال تابعوني هناك على وسائل التواصل الاجتماعي واكتبوا أسئلتكم وأنا راح أجاوب على أسئلتكم. واكتبوا لي إذا في يعني عندكم موضوع مهم نحكي عن موضوع مهم بخصوص الهجرة، بخصوص الدول الأوروبية، القوانين، القرارات، ما في أي مشكلة فيكم تكتبوا تحت. ونلقاكم بفيديو ثاني. سلام.